السلام عليكم متابعي قناة جرى وأبدع. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. طبعا الرسمة الثانية أو الفيديو الثاني في رمضان، الحلقة الثانية راح تكون رسمة لإيرين ييجر. طبعا إذا متذكرين في رمضان اللي فات اللي قبل كمان رسمت إيرين، لكن هو كبير، لكن هالمرة راح نرسم إيرين لأول مرة هو سنه صغير، وكمان رسمناه هو سنه وسط من قبل. زي ما ذكرنا قبل احنا رح نستخدم اقلام الرصاص زي ما انتو شايفين فقط، واقلام التخطيط، واحتمال اني ادخل الوان على الوشاح اللي لابسه، ولون رح الون كمان العيون باستثناء الوجه والشعر رح يكونن كلهن بالرصاص. هذه الصورة جيدة جدا جدا لفئة المبتدئين، للي بدهم يتعلموا رسم جديد مبتدئين. نكتت لكم اسهل رسمة فيكم ترسموها وتستفيدوا منها كثير كثير. بداية كالعادة بقوم برسم خط أولي، خط عريض وخط طويل. تأخذوني شو خط خفيف في الفيديو، لكن قدرت أوضح بقدر المستطاع، أهم شيء يكون واضح للجميع. بقوم برسم العين اليمنى في البداية. الخط الأولي أنا رسمته، بس هو أنا رسمته بخط خفيف عشان هيك نسيت، المفروض أني غمكت شوي بس عشان الكاميرا. هو المفروض الخطوط الأولية دائما ترسم بخط خفيف. شخصية إيرين هي الشخصية الوحيدة اللي الصراحة حققت تغيير جذري في الشخصية نفسها، من ناحية الأسلوب، من ناحية يعني كيف كان وكيف صار. يعني عن جد عن جد عن جد المؤلف أيسما خبط عقلنا كثير في هذا الأنمي. هجوم العمالقة كبارا وصغارا، جميع الأجيال، كل الأجيال بتتابع أنمي هجوم العمالقة. وعن جد أنا بستغرب أنه لحد الآن في ناس مش متابعينه يعني فهذا بدل لنا إحنا فئة مميزة جدا. طبعا زي ما ذكرت من قبل، هاي الشخصية لفئة المبتدئين منيحة كثير. أول شيء لما بدنا نرسم العينين دائما لازم نركز على التفاصيل كثير كثير. يعني لما بدي أرسم أنا العين، أنا يعني أنا كرسامة بعرفش أرسم العين اليمنى من دون ما أطلع على العين اليسرى أو في أي عين ببدأ فيها، لازم أنظر للاتجاهين مشان أضبط المسافات بين العيون. أنا بحكي من ناحية النكل، طبعا من ناحية النكل أكيد، أو وضعية كمان من ناحية النكل ووضعية الشخصية. شخصيات أغلبها في قناة تنظر إلينا، يعني تنظر باتجاه زاوية الكاميرا، فمشان هيك دائما مشان أخفف على المبتدئين بحب أرسم بهاي الزاوية أفضل شيء يعني بالقناة. بحاول على قد ما أقدر أسهل بالرسم لحتى يستفادوا، لأنه في البعض بيحكي لأنه أحيانا العينين برسمهن أصغر من اللازم، أحيانا العينين بيجين معي أكبر من اللازم، أحيانا العينين بيجين بعاد. مشان هيك لما انتو ترسموا شوفوا هيك تطلعوا بزاوية تكون ان العينتين الثنتين مبينات قدامكم، مش بس عين واحدة. يعني احيانا بعرف انه وضعية الكراسة اللي بتحطوها قدامكم بدكم ترسموا صعبة، لكن حاولوا بقدر المستطاع تحطوا الكراسة بشكل مستقيم زي ما انا عامل في الفيديو. يعني انا ما بحرك الكراسة لا يمين ولا شمال مشان ارسم، مشان هيك ما بدي يصير في اعوجاج في الصورة. انظر للصورة نظرة كلية. طبعا قمت برسم عيون إيرين وقمت برسم حواجبه. إيرين على فكرة صار من الفئة جدا سهلة علي أنا رسمها شخصيا من كثر ما رسمته. يعني رسمته أيام السيزن 1 قبل 3-4-5 سنين، والله ما بعرف في القناة رسمته لإيرين، لكن أيام ما كان هجوم العمالقة مبلش جديد، يعني قبل السيزن 4. طبعا هذه الشخصية اللي أنا بنكل عنها لإيرين هي من السيزن 4 من رسم استوديو مابا، مش استوديو وايت طبعا، مع أنه استوديو وايت جدا رائع. وأنا سبق وذكرت، ارجعوا على فيديوهاتي القديمة، سبق وذكرت أنه ما كنتش أعرف استوديو وايت، لكن ذكرت في إحدى الفيديوهات أنه هذا الأنمي من أجمل الشخصيات تلوينا. يعني الألوان الشخصيات عن جد متعوب فيها عن جد. استوديو مابا بقدرش أقارنه باستوديو وايت صراحة، لا ولا بفضل هذا على هذا، لكن كل استوديو له
مميزاته، لكن لا يغلى عن استوديو وايت صراحة، استوديو وايت جدا رائع. تمام، أثناء الحديث قمت برسم الوجه. الوجه كيف بعرف أرسم الوجه؟ ببعد مثلا الخط العين، شايفين خط طرف العين عن طرف خط الوجه بهذه المسافة، يعني بنظرة، يعني بمسافة العين، مسافة العين. فحبيت أرسم هذا الشخصية لأنه بتعرفوا أنا من هجوم العمالقة، أنا مرائج حاليا. وطبعا شو اليوم أنا رسمته، منتجت أنا يوم السبت، يوم الأحد اللي هو بكرة هي الحلقة الجديدة راح تكون يمكن الأخيرة وبعد الأخيرة وما بعرف، لكن بيحكوا إنه هجوم العمالقة راح يجي على بهيئة فيلم أو بهيئة أو إله سيزن ثاني، والله ما بعرف. بس أنا يعني كثير كثير متشوق أعرف النتيجة النهائية للأنمي، لأنه عن جد ما ظل في أحداث كثير، خلص يعني هلكيت كلهم متجهين. بديش أحرك على اللي ما حضروا، خلينا ما نحركش أفضل. أثناء الحديث قمت برسم خطار رقبة. هسا شوفوا، لاحظوا لي مساحة الجبهة، شوفوا هاي مساحة الجبهة اللي أنا حطيت الخط لفوق، هذه منطقة الجبهة، منطقة الجبهة اللي هو أنا حاليا قاعد برسم في كدلة الشعر، في الكدل أو الغرة إحنا بنحكيها بلغتنا، وأحيانا بقول عنها كدلة. طبعا اللي بيسألوني ليش الكاميرا بتغمز، تسألوني إيش هذا السؤال، هي الكاميرا هيك مش عارف ليش بالضبط بتغمز معاي. سألت عن كاميرات حديثة لكن يعني حاليا يعني سعرها جدا غالي، فقلت خليني أصبر شوي على هذه الكاميرا وخليني أستمر في القناة، طالما يعني بتمنى اللي مش عارف شو بتضحكي، بس بتمنى اللي تستفيدوا أهم شيء والخط يكون واضح معانا. وصدقوني الأغلبية بيرسموا، والله الأغلبية بيرسموا، بودوا صورهم، بودوا والرسائل جدا كثيرة، وأنا بعتذر على 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 الرسائل اللي بتوصلني ومش عارف أقرأها، بس صدقوني بتجيني ملان رسائل مش عارف ألحق. فبتمنى ألحق على الجميع، وبتمنى أشوف شو أنتوا رسمتوا، شو أنتوا أبدعتوا. وغير هيك أنا يعني صراحة بعدت شوي عن السوشيال ميديا بسبب الظروف الحياتية، تعرفوا أنا عندي بيت وأم ومش عارف يعني بالموت تلاقي لي وقت أعرف أصور. وبتمنى ظني مستمرة في القناة، بتمنى هذا اللي بتمنى، إذا القناة فيها خير بتمنى اللي أستمر فيها، وأنا الصراحة هذا اللي حابه، بس الوقت كثير كثير بهرب مني صراحة. يعني أثناء الحديث قمت برسم الشعر، طبعا هو الصورة اللي أنا بنكل عنها هو شعره متطاير، تعرفوا اللي هو في نهاية الأرك الأخير من أنمي هجوم العمالقة سيزن 4، اللي هي هاي أغنية إيرين جدا حلوة، وأنا أرسم فيها هيك الصوت زي صوت الأغنية رانن في ذاني، يعني كثير حلوة. هسا راح أقوم هنا برسم الوشاح، هذا الوشاح اللي هو الأحمر اللي أعطاله ميكاسا، إذا متذكرين ميكاسا بتظلها لابس الوشاح، هو هذا الوشاح بذات نفسه اللي لافه إيرين على ركبته هنا. طبعا هو ملفوف لفتين الوشاح زي ما انتو شايفين في الفيديو، سهل جدا رسمه، وهي الصورة لفئة جدا مناسبة للمبتدئين، بتمنى اللي ترسموها وتستفيدوا منها. بنصح لجميع اللي بتابعوني انهم يرسموا من ايباد كبير او يرسموا من كمبيوتر او من شاشة كبيرة مشان الخط يكون واضح اكثر واكثر، اما اللي باستطاعته انه يشوف من تلفون يعني ونظره قوي فبرضو مش مشكلة، بس انا بنصح في اشياء اكبر عشان الخط بيكون اوضح. تمام، هسا رح انتقل لفقرة التخطيط، رح اكون بتخطيط الصورة، بخططها كالعادة زي كل مرة. طبعا انا هنا هيك بكون بتخطيط العيون، مش رح اسرع الفيديو، رح اخليه شوية بس عشان تشوفوا قديش انا طويلة روح بالتخطيط، يعني اي غلطة بالتخطيط بعد يعني مثلا تعب رسم، فهذا الشيء يعني جدا بيحبط، مشان هيك يفضل انه اثناء التخطيط انه الواحد يخطط شوي شوي، بالاخص منطقة العينين. بعرف اني انا حط الكراسة وبحركهاش ليمين ولا شمال قدامي، وفوق هيك يعني بحاول على قد ما اقدر لأضبط العينين،
مرار ايدي بتغطي على العين الثاني، بس بحاول كل شوي احط خط واشيل ايدي، احط خط واشيل ايدي مشان اشوف ان بالضبط ضبطت العيون يكون الملائمات لبعض. طبعا هنا سرعت شوي الفيديو مشان بتعرفوا بطيئة كثير في التخطيط مشان بكون مركزة. تمام، هيك بقوم بتخطيط الوشاح وبخطط الحواجب و و و و إلى آخره. القلم اللي معي هو قلم ميكرون اسمه، القلم نوعيته ميكرون، صناعة يابانية بيستخدموه كثير في استوديوهات الأنمي والمانجا، فهذا القلم كثير بحبه. يعني أنا من وجهة نظري يعني أكثر من فابر كاستيل الصراحة. هسا بننتقل لفقرة التحبير أو التلوين. طبعا رح أقوم بتلوين عيونه باللون الأخضر، تستهينوش يعني أنا مش رح ألون كل الشخصية، بس رح ألون العيون والوشاح فقط، أما الباقي كله رح يكون بالرصاص. فحبيت اللي هيك يعني أشياء خفيفة اللي تسهل علي كمان مشان الوقت، ومشان أنا زي ما وعدتكم في كل رمضان لازم 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 إن نبث في القناة وما نتركها، مش بس في رمضان، بتمنى في الأيام القادمة بإذن الله. قمت بتلوينها، طبعا عيون إيرين خضر، مديت اللون الأخضر الفاتح، بعدين باللون الأخضر الغامق، قمت أيضا بالتظليل في الأماكن اللي هي في أعلى مقلة العين زي ما انتم شايفين، في أسفل مقلة العين بتكون الإضاءة اللي هي الأخضر الفاتح، مشان هيك أنا ببدأ دائما بالأخضر الفاتح أثناء تلوين العين أو أي عين، أو أي عين مثلا عين الزرقاء ببلش في الأزرق الفاتح بعدين الغامق وهكذا. بستخدم الرصاص للتظليل في داخل العيون بهذا الشكل. طبعا أنا هنا مش مسرعة الفيديو، بس عشان أفرجيكم كيف بالضبط. بستخدم اللي هو لماع، اللي هو هذا قلم التلميع أو اللي لونه أبيض زي ما شايفين، بحط لماع في داخل العيون بهذا الشكل. بس بقوم بتحبير الشخصية، أو فينا نقول تظليل الشخصية بالرصاص إذا صح التعبير. زي ما انتم شايفين هذا رصاص 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 كله في المناطق معينة في الوجه وفي الأذنين. بستخدم الرصاص وبمزح في صباعي زي ما بستخدم الباستيل بالضبط. بقوم بتلوين كافة الشعر، ألوان فيبر كاستيل كثير بعشقهن، كثير كثير كثير، عفوا أقلام رصاص يعني، وبرضه الألوان كثير بنا، بس الأقلام الرصاص رهيبة فيهن، يعني عن جد بمشين على راسي، يعني شو ما أنا بعمل فيهن، شو ما بظلل فيهن، بمشين معاي بالضبط، بغمك بشد في إيدي، بفتح بشد في إيدي، وهكذا. طبعا الصورة من ناحية التظليل، من ناحية التلوين هذا خياري إلكم، انتوا المهم رسموا بالرصاص والتخطيط، اما اذا بدكم تلونوها بدكم تعملوها بالرصاص فهذا الشيء بيرجع لكم. انا طبعا هذه اضافات زيادة مشان بتعرفوا تكملة الفيديو، حابب انها الصورة تطلع بافضل يعني بافضل شكل، فمشان هيك بضطر اني استخدم الظلال والتلوين. بقدر استخدم الرصاص والتخطيط فقط، بس بعرفش بشعر الفيديو ناقص هيك، فبقول خليني اكمله تلوين وتظليل زي ما انتم شايفين باللون الباستيل. طبعا انا لونت الوشاح قبل شوية وتقريب خلصت معي الرسمة، بظل اخطط هيك بس اعطي تخطيط هيك زيادة في جوا الرسمة زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. هذا التخطيط الخارجي، طبعا بحب اخطط ما بعد الباستيل عشان الخطوط تبين، لانه الباستيل بخفي التخطيط. طبعا بلمع الشعر عن طريق المحاي، بمسح في المحاي اللي هو بالرصاص مشان يعطي تلميع للشعر. اللي بحبه كمان في شو اسمه في الأقلام التخطيط اللي هو زي ما انتم شايفين ما عملتش تخطيط خارجي. إذا ملاحظين معي هذا البخاخ ببخه فوق الباستيل عشان الباستيل فحمي، أي حدا بلمسه بوسخ. هذا البخاخ صح إنه مبين رطب في الصورة، لكن بنشف هسه بسرعة على السريع، بنشف بطولش، بس شو بيعطي طبقة حماية انه الواحد لما يمد ايده على الباستيل ما ايده تتوسخ وحتى الصورة ما يصير لها اشي او ما تتلف.
فمشان هيك بحب أبخ كل باستيل، بفضل مستحيل ألون من دون ما أبخ كل رسمة. طبعا هيك وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسوا توقيعكم الفني. أنا اسمي هيا وبتمنى أنكم ترسموا، بتمنى أنكم تستفيدوا منها، وأتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وعسى أن نلتقي في فيديوهات أخرى أصدقائي، وسلام.